لازلنا وإياكم نتدارس ونتذاكر مع معاني المسنح. توقفنا في حديث عن مواطن ومواضع وأماكن المسنح، وذكرنا أمور، ذكرنا مواضع ومواضع تذكر فيها هذه الكلمة. نريد الآن أن نراجع ونستحضر ونتذكر وإياكم تلك المواطن والمواضع التي ذكرنا فيها هذه الكلمة، ثم نتمم الكلام والحديث عنها. الموطن الأول ما هو؟ أول موطن تذكر فيه المسنح حتى نرى هل هناك استفادة، أم هناك حضور للأجساد والأرواح، أم هناك حضور للأجساد فقط، أما الأرواح فهي في التجارة والبيع والشراء والمنازل وما شابه ذلك. لأن أيها الكرام، كما قلت من أمس، الغرض من المواعظ ومن المحاضرات ومن الخطب ومن الجمع ليس هو زيادة في المعلومات أو ثقافة، أو إنما الغرض من ذلك هو التحصيل العلمي العملي. ماذا حصلت؟ ماذا استفدت؟ ماذا عملت؟ يعني كل ما نسمعه فهو يكون حجة، رصيد زائد في الحجج عليك يوم القيامة. فلهذا نحذر أن تكسر علينا حجج الله وشهود الله ثم يقل العمل. لذلك تجد في القرآن الكريم بعض الإشارات إلى هذه المسائل. مثلا يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب وألقى السمع وشهد. انظر إلى هذا المعنى. هذه الموعظة، هذه الذكرى، هذه الخطبة، المحاضرة، الخاطرة، من يستفيد منها؟ من يتعظ بها؟ من يتذكر بها؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شهيد. بدون هذه الثلاثة لن تستفيد ولن تستفيد شيئا ولا يزداد عندك شيء. بدون استحضار هذه الثلاثة، أن تكون حاضر بجسدك وحاضر بقلبك وحاضر بسمعك، آنذاك تستفيد. حضور الجسد بدون قلب لا تستفيد، حضور الجسد والقلب بدون السمع أصمت، لا تستفيد. حضور القلب مع السماع بالأذن، بدون حضور الجسد مع السماع بالأذن، بدون استحضار القلب تستفيد. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كفار قريش يستمعون بالآذان، يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، بلال يهلل بها ويكبر بها، ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث وآيات تدخل في آذانهم، وأجسادهم حاضرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تصل إلى القلوب. فحضور الأجساد، حضور أجسادهم وحضور أسماعهم بدون حضور القلب لم يستفيدوا شيئا، فاستحقوا النار والعياذ بالله. أنا أكون مثلهم؟ جسد وسمع بدون استحضار القلب. لذلك الله عز وجل جمع بين هذه الثلاث صفات: استحضار القلب، استحضار الجسد، استحضار السمع. بدون هذه الأشياء لا يمكن أن تستفيد شيئا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي مستمع متنبه ومنتبه لما يقال، ثم يمرر الكلمات التي تقال في القلب حتى تترسخ، ثم يأتي بعد ذلك فيحدث نفسه بالتطبيق ويحدث نفسه بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا حتى نلقي في هذه المقدمة، نرجع بكم إلى أول مواطن البسملة، نتذاكر نستحضر ثم نسمي ما نرى ما الموضع. نعم تفضل. كل عمل لم يبدأ به بإذن الله فهو مكفوف. هذا عموم. هذا خلي الآن المسألة الأولى. بالنسبة لهذا هو أصلا يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام هو أصله حديث. يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي مقطوع البركة، مقطوع الصلاة، مقطوع. هذا كلام معناه صحيح، لكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال قال محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مكذوب وموضوع للنبي صلى الله عليه وسلم. جميع الأحاديث التي جاء فيها ذكر هذه الكلمة، كل أمر ذي بال، كل أمر لا يبدأ في بسم الله، فهو حديث لا يصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم معناه صحيح، أن أي أمر ينبغي عليك أن تذكر فيه اسم الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على جميع أحواله، كيفما كان يضع يذكر اسم الله، يرفع يذكر اسم الله، يخرج يذكر اسم الله، يجلس اسم الله،
فمعنى الكلام، معنى الحديث معناه صحيح، أنك ينبغي عليك أن تذكر اسم الله عند كل أمر. لذلك تجد العلماء عندما يؤلفوا الكتب أول شيء يبتدئون فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الرسائل التي يبعثون إلى الملوك وإلى الرؤساء وكذا تجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك الرسائل التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى ملك فرس، إلى ملك هرقل، إلى ملك كذا، دائما تجد فيها. فالمعنى صحيح أن أي أمر كيفما كان شأنه قل عظم صغر فينبغي عليك أن تبدأ فيه ماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم استعانة وتبركة، أن تستعين تطلب من الله العون أن يكمل لك هذا العمل، ثم تطلب من الله عز وجل أن يبارك لك في هذا في هذا العمل. إذن المعنى الآخر أو الموضع الآخر من يقول؟ قلت في الصلاة، في الصلاة عند شروعك في الصلاة يشرع لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة. للعلماء في البسملة عند قراءة القرآن في الصلاة أقوال كثيرة، منهم من قال أن البسملة في الصلاة لا تجوز، ما ينبغي لأنها ليست من القرآن، وهذا عند بعض المذاهب وعلى رأسهم مذهب الإمام مالك يقول بعدم قراءة البسملة في الصلاة، تبتدئ مباشرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ويستدل بأحاديث منها أن الصحابة كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ صلاته بالحمد لله رب العالمين. أما الشافعي فقال بأن البسملة آية من الفاتحة، هي ليست آية من كل سورة لكنها من الفاتحة آية منها، وجعلها فرضا، وجعل من لم يقرأ بالبسملة في الصلاة صلاته باطلة. الشافعي قال من لم يقرأ بالبسملة في الفاتحة في الصلاة فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه جعل البسملة آية من القرآن. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل وصف الفاتحة بأنها السبع المثاني، وإذا عددت الفاتحة تجد سبع آيات بالبسملة، بدون بسملة ست آيات، بدون بسملة ست آيات، إضافة البسملة إليها تصير سبع آيات. فبذلك استدل الشافعي على أن البسملة آية من الفاتحة، وهي نزلت للفصل بين السورتين، بين كل سورتين جاءت للفصل، وهي آية كذلك من سورة ماذا؟ من سورة النمل، فهي آية كذلك من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. الذي ينبغي جمعا بين المذاهب، جمعا بين المذهب هذا وبين المذهب هذا، أن تسر بالبسملة وتشهر بالفاتحة، فتكون جمعت بين المذهب مذهب إمام مالك وجمعا بين مذهب الشافعي، فتكون صلاتك صحيحة عند الشافعي وصلاتك صحيحة عند الإمام عند إمام مالك. بقول إمام مالك أنت لم تجهر بالفاتحة وقلت الحمد لله رب العالمين جهرا، وعند الشافعي أنت قرأت بالبسملة لكنها ماذا؟ لكنها سرا، وهذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فقط بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، ولم يكن يجهر بماذا؟ لم يكن يجهر بالبسملة في الفاتحة. أما في الصور الأخرى فكان يجهر بها، كان يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الموطن الأول، أو الموطن الثاني إذا أضفنا الموطن لأخينا، فيصير هذا الموطن الثاني عند قراءتك للبسملة للفاتحة في القرآن، أي عند الشروع في الصحيح. نعم، براءة ليست فيها بسم الله لأن هكذا نزلت، ويقال بأنها كانت صورة بأنها صورة واحدة أصلا، أنها بين التوبة براءة بأنها كانت صورة واحدة، ويقال ليست فيها البسملة لأنها أنزلت بالسيف، الإذن بالقتال، والإذن بالقتال لا يحتمل معنى الرحمة، لأن البسملة ما معناها؟ طلب البركة وطلب الرحمة، والقتال لا يحتمل الشدة والغلظة والقوة. فهم؟ نأتي بمعنى بمثال. يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بعض القراء في القديم كان يقرأ هذه الآية فقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، أخطأ. عوض أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. وكان أحد الأعراب جالس يستمع إليه فقال يا فلان والله ما هاهنا غفور رحيم،
والله ما أنا غفور رحيم، لا يمكن أن تكون أنا غفور رحيم. وما أدراك أنت، أنت لا تحفظ القرآن، لا تعرف القرآن. قال أنا لا أحفظ القرآن ولا أعرف القرآن، والله هنا ليس غفور رحيم، ابحث. فلما رجع الذي كان يقرأ وجد فعلا أنه ليس غفور رحيم، فسأل كيف عرفت أنت لم تقرأ القرآن لم تعرف القرآن؟ فقال لأن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم يقول غفور رحيم. قطع يد السارق لا تحتاج إلى رحمة، هنا ليس موطن الرحمة، ليس موطن الحلم، ليس موطن الغفران، هنا موطن الشدة الغلظة. فقال والله عزيز حكيم، لأن قطع يد السارق تحتاج إلى شيئين، تحتاج إلى عزة وإلى حكمة. قطع يد السارق تحتاج إلى عزة، ما معنى عزة؟ قوة، لأن القطع تحتاج إلى قوة، إلى غلظة، ثم تحتاج إلى ماذا؟ حكمة، لأن في قطع يد السارق حكمة. لقد كان في قطع، يقول الله عز وجل في القصاص الحدود بأن ولكم في القصاص حياة، حكم، ولكم في القصاص حياة، أي الله عز وجل جعل القصاص لتكون لكم الحياة، بدون قصاص لا تكون حياة. إذن إقامة الحدود فيها حكم. فإذا قطع يد السارق تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عزة، إلى قوة، وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج كذلك إلى حكمة. ثم حتى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، ولم يقل بسم الجبار وبسم القهار، بسم المتكبر، بسم الله، لأن المعنى بسم أن بسم أنت تطلب الرحمة، تطلب العون، تطلب المدد، تطلب البركة. فلا يمكن أن تقول باسم الغفار، باسم الجبار، باسم القهار، باسم المتكبر، لا ينبغي، ما تليق. حتى في دعائك لله يجب أن تتفطن إلى هذا المعنى، تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ولا تقول يا جبار اعفو عني، يا متكبر اغفر لي، يا قهار اغفر، لا يليق، لا يتناسب. فينبغي كذلك أن تتفطن لهذه الأمور، تناسب وتناسق في الآيات وفي الكلمات. لذلك الله عز وجل قال بسم الله، ولم يقل باسم الرب، ولا باسم الجبار، ولا باسم القهار، ولا باسم المتكبر. هذا هو المعنى. المعنى الثاني قلنا ماذا كنا نتكلم من موضوع؟ لا براء، نعم. إذا ننتهي من هذا الكلام، موضوع آخر عند النحر. أحسنت، مع أن هذا لم نذكره، وكنا سندعه للتتمة. نحن كنا طلبنا منكم ما سبق وليس ما سيأتي، ما دام أنك ذكرته نذكره حتى أنا. البسملة عند النحر، وهنا يتبين لنا بأن هناك بعض المواطن تكون فيها البسملة مستحبة، هناك بعض المواطن تكون فيها البسملة واجبة، وهناك في بعض المواطن تكون البسملة فرض. يعني درجات، ليست دائما البسملة على هواك على حاجتك. بعض الأحيان يكون واجب عليك أن تقول البسملة، مثلا في الأكل وفي الشرب يجب عليك أن تقول البسملة، يجب عليك أن تبسمل، وإلا أكل الشيطان معك. في النحر تكون فرضا أعلى من الواجب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. إذا الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله فإنها فسق. ومن هذا المنطلق نقول، ما دام أن تطرقنا إلى المسألة، نقول بأن هناك إشكال يقع على المسلمين هنا وفي أماكن أخرى من البلدان غير الإسلامية وغير المسلمة، مسألة ذبيحة أهل البلد التي أنتم فيها. فيكون عند الناس إشكال، هل نأكل أم لا نأكل؟ من الناس من يقول لا أسأل، يعني كل من أي مكان شئت ولا تسأل عن مصدر الذبيحة ولا شيء. لا، نقول بأن الله عز وجل أمرك أن تتحرى عن أكلك وشربك وما لك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. الشيء الوحيد الذي ستسأل عنه يوم القيامة مرتين هو هذا الشيء، المال، من أين أتيت بهذا المال وفي أي جهة أنفقته. جميع العبادات تسأل مرة واحدة، هل صليت؟ صليت أم لا؟ هل صمت أم لا؟ هل حج؟ لكن ما تسأل عنه مرتين، من أين لك هذا؟ وفي أي مصدر أنفقته؟ فيجب على المسلم أن يتحرى عن موضع أو مكان أكله ومكان شربه، هل هو مصدر حلال أم هو مصدر غير حلال؟ لأنه يؤثر ذلك في حياته. أكلك الحرام، شربك الحرام، لبسك الحرام، يؤثر لك في حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجسد الذي نبت من حرام النار أولى به،
الجسد الذي نبت من حرام النار أولى به. ويقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا، درهم حرام، درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. درهم واحد ليست دراهم، درهم، درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. بعد ذلك كيف تقال لا أسأل أكل مما أشاء ومن أي مكان أشاء ولا أسأل عن مصدر الدليل؟ نعم قد تقول بأن الله عز وجل أجاز لنا أكل لحوم أهل الكتاب. نعم كلام صحيح، الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن نقول لك إذا علمت أن الله عز وجل طلب منك وأمر منك التحري عن مصدر الأكل وأجاز لك أكل لحم أهل الكتاب فهذا دليل على أن طعام غير أهل الكتاب لا يجوز، وإلا فلو كان الأمر مباحا فما احتاج الله أن يقول لك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، خلاص لم يذكر هذه المسألة. ما دام أن الله استثنى من العالمين أهل الكتاب دل على أن غير أهل الكتاب لا يجوز لك أكل لحومهم. لا يجوز لك أكل لحومهم. نعم إن قيل لك هذا المحل محل يهود محل نصارى كل هذا الأكل طعامهم حلال، لأنهم يسمون الله ويكبرون الله ويذبحون ذبيحة شرعية على حسب دينهم، لأن اليهودي والمسلم يؤمن بالله على اختلاف كيفية هذا الإيمان، لكنه إن تعثر في الأرض قال هو من ضيوف، لكن المسلم أمر إسلام، سيدي فلان، المسلم إذا تعثر ينادي غير الله، واليهودي والنصراني إذا تعثر ينادي الله، وهذا تراه في المسلمين كثيرا، يستغيثون بغير الله ويسألون غير الله، لكن اليهود أو أهل الكتاب لا يسألون إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن ذاك المكان أصحابه أهل الكتاب كل، لكن ينبغي عليك أن تفرق بين من له دين ومن لا دين له. معظم الكفار لا دين لهم، لا يؤمنون لا بموسى ولا بعيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، لا دين لهم، فهؤلاء لا يجوز لك أن تأكل ذبائحهم إذا علمت أنهم من أهل الكتاب كل، إن لم يكونوا من أهل الكتاب فقط أنهم نحن بالعربية بدرجة يقول لك القواب النصارى ولا كذا، تجمع لك النصارى في كلمة كلش، هذوك النصارى البلاد كاملة، لكن يجب عليك أن تميز نصارى، لكن النصارى أيضا لهم دين أم لا دين لهم، منهم من لهم دين ومنهم من لا دين لهم. حتى في المسلمين يا أخي، حتى المسلم إن علمت أن مسلما لا يصلي ولا يذكر الله كيف تأكل لحمه ولو كان مسلما؟ العبرة ليست بهذا يهودي نصراني مسلم، العبرة بدينه تدينه، هل يسمي الله؟ هل يصلي؟ طيب لو كان خلاص مسلم هل يجوز أكل لحوم المسلمين كيفما كان شكلهم ونوعهم؟ حتى لو كان مسلما يجب أن تتحرى، هل هذا المسلم يصلي؟ هل هذا المسلم إذا ذبح يسمي الله على ذبيحته؟ فتتحرى فتعين هذا المسلم اقتصاديا حتى يتعلم غير المسلم ليسأل لماذا هذا لا يأتي عندي يشتري عندي؟ يقال بأنه يصلي ويسمي الله فيقوم هو يصلي ويسمي الله، لكنك إن ذهبت إلى هذا وتركت الآخر الآخر يغرر به، يقول سبحانه أنا أصلي وأذكر الله وأسمي والآخر لا يصلي ولا يذهب للمسجد، ثم هذا المسلم يدعوني أنا الذي أوحد الله وأصلي لله وأسمي الله ثم يذهب إلى هذا، فقد تكون له سبب في ترك هذا الدين، تقول له أنت سبب، فكن عونا لأخيك ولا تعين الشيطان، لا تعين الشيطان على أخيك. الموضوع الآخر من غير الوضوء، عند الوضوء ما هذه كيف أنت تحتاج إلى الضم واللم، اليوم قلت الوضوء سبحان الله غريبة عليك، اليوم أنت موجود حاضر بقلبك وجسدك وكل عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن يقول العلماء بأن الذكر أو البسملة عند الوضوء ليست فرضا، البسملة عند الوضوء ليست فرضا، نعم هي مشروعة، مطلوب منك أن تسمي الله عند الوضوء، لكن إن تركت البسملة سهوا ليس عامدا متعمدا، إن تركتها سهوا فلا حرج عليك، إن تركتها سهوا توضأت ونسيت ذكر البسملة حتى انتهيت من وضوئك لا تعيد هذا الوضوء، لأن الله عز وجل تجاوز عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما استكري عليه، والله عز وجل قال ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في حالة ماذا إذا توضأت ونسيت البسملة فلا شيء عليك، لكنها مشروعة
مشروعة عند بدء الوضوء أن تقول بسم الله. الخلاء تكلمنا في الخلاء في الدرس الماضي، قلنا بأن الخلاء هو حيز ضيق، الخلاء هو حيز ضيق، ليس المكان كله يسمى خلاء، بدليل أنه إذا كان عندك مصحف وأردت أن تدخل حيز الخلاء تضع المصحف خارج الخلاء، إذن هنا جائز أن تضع المصحف، لكن هنا لا. إذن مكان الخلاء هذا هو الذي تمنع فيه البسملة وذكر الله، أما المكان الحيز الكبير هذا يجوز لك فيه ذكر الله عز وجل، فقط يجب عليك أن تبتعد عن هذا المكان الضيق، هذا المكان الحيز الذي تقع فيه فعل الخلاء أو يقع فيه فعل الخلاء، لكن إن ابتعدت عنه خطوة خطوتين فيجوز لك أن تذكر اسم الله عز وجل، ولا إشكال في ذلك. لا إشكال، نعم، لو كان نتصور الآن أن عندي في البيت خلاء لا يتجاوز 50 سنتيم، لا يتجاوز 50 سنتيم، المشروع في حقي أن لا أذكر الله وأنا جالس أقضي الحاجة، أما إذا انتهيت من قضاء الحاجة وقمت أنا لم تعد لي حكم الخلاء، أنا لست في خلاء الحال، لأن ليس المقصود أن لا تذكر الله في الخلاء، وإنما المقصود أن لا تذكر الله أثناء الخلاء، عند العملية ما ينبغي، لكن عند انتهائك من العملية تقوم فتذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلي في مكان ومر عليه أحد الصحابة فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خلائه ضرب يده بالحائط وتيمم ورد عليه السلام وقال أما إنني لم أحب أن أذكر الله على غير طهارة. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الممنوع هو أثناء قضائك الحاجة، عند الانتهاء تيمم ورد عليه السلام ولا حرج في ذلك، لأن ليس الغرض أن لا تذكر الله في مكان الذي اسمه الخلاء، وإنما أثناء أدائك لوظيفة الخلاء. نعم. كيف؟ هذا في ركوب الدابة، ركوب السفينة، ركوب القطار، يعني تسمي الله عند الركوب، أنك إذا أردت أن تركب على الدابة، على السفينة، في السفينة، في الطائرة، أن تسمي الله بسم الله، بسم الله المجراه المرساه، أو تقول بسم الله الله دعاء السفر، سبحان الله، بسم الله سبحان الذي، تقول بسم الله، بسم الله سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تضيف الآلية الأخرى. فإذا بسم الله تشرع كذلك عند ركوب الدابة أو السيارة أو القطار أو ما شابه ذلك، فيشرع لك في ركوب المسائل ديال السفر أن تذكر فيها اسم الله عز وجل. أحسنت، عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، قد سبق معنا الكلام لكن نذكر به، عندما تريد أن تشرع في النوم أنت تحتاج إلى من يعينك على النوم، لأن النوم ليس بيدك، قد الله عز وجل يصرف عنك هذا النوم، فتحتاج إلى النوم تدفع عليه الأموال لتنام ولا تستطيع، الله عز وجل هو الذي يعينك على النوم، فأنت تسأل الله أن يعينك على النوم فتقول بسم الله، أي تستعين بالله وتطلب من الله البركة أن يعينك على هذا النوم، لأن النوم بيده سبحانه وتعالى. النوم الله عز وجل قال في الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها، من الذي قبض روحك في هذه اللحظة؟ المقصود بالله يتوفى الأنفس ليس الموت، النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، من الذي أمسك عليك روحك في هذه اللحظة؟ إنه الله، ولو شاء ما أمسك عليك ما أمسكها، فتسهر الليالي الطوال، من الناس من لا ينام أسبوع أسبوعين شهر شهرين لا يكتحل النوم بعينيه ويدفع على ذلك أموال طائلة، أريد أن أنام، لكن لا لا, لا لا ليس بيدي ذلك، لا حول له ولا قوة، لذلك أنت أخي تستعين في أثناء نومك يا رب أعني على ذلك، فتقول بسم الله، بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، ثم عند الاستيقاظ من النوم، عندما تستيقظ من النوم لا يكفيك فقط أنك استيقظت من النوم وفتحت عينيك، تريد أن تقوم تتحرك ترفع يديك، لا بد لك من إعانة، لا بد من يعين، لا بد لك من يعينه، فتطلب من الله يا رب أعني على القيام، ولذلك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي، من الذي رد؟ من الذي أخذ ومن الذي رد؟ الله، فتطلب منه العون، رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره، كذلك
دخول والخروج إلى البيت. دخولك للبيت، خروجك من البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم البيت فليقول بسم الله، فإذا قال بسم الله قال الشيطان لأتباعه لا مبيت لكم اليوم، لا مبيت لكم اليوم، فتسمي الله عز وجل، فتسمي الله. والله سبحانه يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ولم يكن ولو لم يكن فيها أحد، ليس بالضرورة حتى يكون فيها الناس. دخلت إلى بيتك وليس فيه أحد، وأنت تعلم لا يوجد فيه لا ولد ولا زوجة ولا أب ولا أخ، تفتح الباب تقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله، تسمي وتسلم، لأن لست أنت وحدك. وأخونا عبد العزيز عنده قصة وقصص في هذا المعنى. لست أنت وحدك في البيت، هناك من يسكن معك في البيت لا تراهم، لا تراهم ولا تشعر بهم، قد تشعر بهم في بعض الأحيان، من الناس من يشعر بهم ويحس بهم في البيت. فأنت المطلوب منك أن تسمي الله وأن تسلم على أهل البيت، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليهم. نعم أولد الصالح، أيقول هو السلام علينا أم السلام عليكم؟ لا السلام عليكم، أنت لا تسلم على نفسك، لأن الناس يسلم، هو يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ليس هذا، لم يرد بذلك دليل. الناس يتكلمون لأنهم يستعملون العقول في الدين، والدين لا استعمال العقل فيه. الدين قال الله وقال رسوله ليس بالتمويل. ما الدين نصبك ما الرأي نصبك للخلاف سفاهة بين الشيخ وبين رأي فقيه. المسألة ليست رأي فقيه ولا رأي شيخ ولا، المسألة قال الله قال رسول الله. عندنا مسألة في عندنا دليل في مسألة، نعم ليست عندنا لا نجتهد، لأن هنا المسائل توقيفية، لا تتلفظ، لا تقل، لا تقوم، لا تقعد إلا إذا عندك دليل. النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النوم كان يعلم واحد الصحابة فيقول له قل هذا الدعاء، بسم الله، بسمك اللهم وضعت جنبي وبك عفوا، بسمك اللهم أموت أحيا، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، ورجعت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فعلمه هذا الدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد علي هذا الدعاء، فأعاده عليه، فوصل الرجل إلى ونبيك الذي أرسلت فقال ورسولك الذي أرسلت، قال له لا ونبيك الذي أرسلت، أنا علمتك أن تقول ونبيك الذي أرسلت، قل ونبيك الذي أرسلت، لا تزد ولا تنقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعطانا هذه القاعدة، لا تزد. وقد تكلمنا عن أبواب الشيطان، الباب الثاني ما هو؟ البدع، أن تزيد في دين الله ما ليس فيه، أن تتقول على الله ما لم يقل، أن تشرع في دين الله ما لم يشرع. لا يجوز لك أن تشرع، أن تضيف، أن تزيد، أن تزيد. النبي صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة في موضع الحشر، والشمس تبدو على من الرؤوس، والعرق يتصب من الناس، فيأتي الناس يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الملائكة فتطردهم وتدفعهم بالسيارة عن هذا الحوض، فيأتي النبي فيقول يا رب أمتي أمتي، يعني دعهم يشربون، فينادي المنادي يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، الصلاة التي تركتها لهم لم تعد هي الصلاة، الصيام الذي تركته لم يعد هو الصيام، الزكاة زادوا بدلوا غيروا نقصوا. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا سحقا، أي بعدا لكم. فإذا لا تزد ولا تقل إلا ما هو ثابت في المسألة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول هذا فنقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في السيرة النبوية كان إذا دخل بيته يقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي قولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي سلام على عباد الله الصالحين، لأنك على من تسلم؟ على عباد الله الصالحين، لا تميز بين هذا الصالح وبين غير هذا الصالح. بمعنى أنك الآن عندما تدخل البيت وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي طلبت الأمن والأمانة من العباد الصالحين. والعباد الأشرار من يدفعهم عنك؟ وأنت لم تطلب الأمانة إلا من العباد الصالحين. أنت ميزت بين عبد صالح وبين عبد غير صالح، فقلت الأمان علينا وعلى عباد الله الصالحين، طلبت السلام، طلبت الأمن لك والعباد. لكن العباد الآخرين، المرضى، الجان، العفاريت، الشياطين، ميزتهم. لكنك إن قلت السلام عليكم ورحمة الله تعم الجميع، تعم الصالح والطالح. سيري كابران العمدة قليلا ما توقف.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك سعد الشيخ الناس كيتسناو باش تعطيهم خاطيره فعليك زاد لي في بيت المرحوم داكشي علاش مور المقاورة اللي الكل معك كلشي كمل.